معايا كده حسن. بس خانتني مع جوزي. She was my best friend. كانت الخيانة مع حد كمان يا صديقة أو صديقة لإحدى صديقاتك أو لا صديقة صديقة في الأول ما كنتش مصدقة لحد ما تأكدت يعني أنت اللي شفتيهم مع بعض ما هو ده اللي خلاني أتأكد هي سمعت في الأول ما صدقتش لحد ما رحت مكان يعني وشفتهم عايزه اقول لكل ست ما تدخلش صديقتها بيتها في حياتها الخاصه في بيتها بالظبط صاحبها بره تخرج تعمل شوبينج انت دخلتيها بيتك خدت جوزك وخرجت يعني بوظت الحياه كلها رضا بقى عارفه مش شاكه بس واي ست بتبقى عارفه مش محتاجه تدور في موبايل هي بتبقى عارفه هي بتحس احنا ربنا خلينا كده قرون استشعار بنعرف